صورة توقيع حمدي الونش ل نادي الزمالك، نادي الزمالك، وتوقيع لاعبي نادي الأهلي مع مدير التعاقدات أمير توفيق. وكلمت على الصورة يعني لأن نادي الزمالك نادي كبير أكيد طبعا، ونادي الأهلي نادي كبير أكيد مفيش شك. حتى موضوع التسويق للعيبة في أوروبا دلوقتي، أو إن لعيب معاك يجدد يكون ليه اسم، يكون ليه جماهير بتحبه، لازم يكون بصورة معينة يستفيد منها النادي. أكيد مفيش شك، يعني لازم يكون من خلال مؤتمر صحفي، من خلال إن هو يبقى نازل النادي الملعب بطريقة معينة، تقدر تسوقه بطريقة كويسة، تقدر تعمل فيديو معاه كويس، تقدر تبيع تيشيرتاته حتى برقم السنة اللي هو جدد. يعني أدي الصورة، بص الصورة، يعني الصورة طبعا نادي الزمالك نادي كبير والونش لعيب كبير جدا جدا، لكن أسماء اللي موجودة أسماء ما شاء الله كلها كبيرة طبعا طبعا. يعني هي قصة في إيه؟ إن نادي الزمالك نادي كبير، وإن الونش لعيب كبير، الأسماء اللي موجودة كلها أسماء كبيرة، يعني من أول عمرو الدرديري طبعا لحد طارق جبرير، محمد الإتريبي مع احترامنا الكامل طبعا، الأستاذ حسين لبيب أو كابتن حسين لبيب، أحمد يحيى، يعني حد بس يقول لي الأسماء يا جماعة، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسين السيد، في حد أنا ناسيه؟ عشان بس الأسماء حد ما انساش اسم. كلهم ناس أفاضل، لو يعني لو قارنا، انا قلت احمد يحيى، احمد يعني عايز ما انا قلت يا جماعه اللي جنب الكابتن فاروق جعفر. خلاص نشوف بقى كده الصور الثانيه، نشوف الصور الثانيه، ادي امير توفيق مع ويلتر بولي، هو هوري فين؟ ادي طاهر مع امير توفيق، ادي بيكهام مع امير توفيق، ادي بدر بنون مع امير توفيق، محمد شريف، كلها اسماء، واخد بالك حمص عامله ازاي؟ طبعا طبعا، نجوم نجوم كبيره. طيب يعني خلاص كفايه كده، كفايه ديانج مع امير توفيق، ده مدير التعاقدات، خلاص ده مدير التعاقدات هو اللي بيصور. فأنا يعني أما أشوف صورة فيها تسع أسماء أو شخصيات كبيرة جدا في نادي الزمالك، كابتن حسين السيد، كابتن فاروق جعفر، والكباتن كلهم اللي موجودين، يعني من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ووكيل اللعيب، مش عارف هل ده صح هل ده غلط، مش عارف. أنت رأيك إيه؟ أنا رأيي إحنا يعني هو نظام وسيستم إحنا تعودنا عليه، لكن هو من الناحية التسويقية طبعا الفكر ولازم نطور. يعني بنبص في اوروبا، الانديه الكبيره واللعيبه الكبار والنجوم بيحاولوا يستفادوا منهم على قد ما يقدروا. فاتمنى ان احنا نطور يعني من الناحيه التسويقيه. يعني مين ياخد دوري السنه دي؟ خش لك كده على طول سريعا كده. لا صعب يعني، انا شايف دايما بتتوازن انت حمص. لا مش توازن والله، بس انا من اللي انا شايفه الزمالك فرقه كبيره جدا وعندهم عناصر مميزه جدا، الاهلي كذلك. اعتقد هي المنافسه هتبقى بينهم هما الاثنين، صعب صعب تقول مين يحسم الدوري، النقاط قريبه من بعض، الفرق قريب جدا، لا لسه المؤجلات صعب.